أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. لا إله إلا الله.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا كلما تقدمت بالعمر زدت جمالا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الذي جعل في السماء خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما أعرف لازم أتعلم منه وعباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم مدرسة عظيمة يا أستاذ إن عذابها كان غراما الحمد لله يا الله إن مستقر ومقاما والذين إذا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما الله يا مدرسة ما شاء الله 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 والذين إذا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما قل بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم لقد خلقنا الإنسان في كبد
يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له صدق الله.